تعد مدينة ينبع صحراوية ميناء نفطيا كبيرا على ساحل البحر الأحمر في السعودية، حيث توجد فيها مصفاة لشركة ينبع أرامكو سينوباك للتكرير، والمعروفة اختزالا بشركة يسرف، وهي واحدة من أكبر مصافي النفط في المنطقة، مع قدرة معالجة يومية 400,000 برميل من النفط الخام. شركة يسرف هي أول مشروع مشترك لشركة سينوبيك في الخارج في مصافي النفط. إنها خطوة رئيسية لسينوبيك للذهاب إلى الخارج. بالنسبة إلى شركة أرامكو السعودية، فهي جزء أساسي من خطة التصنيع الوطنية السعودية أيضا. إنها مشروع استراتيجي لصناعة تكرير النفط والبتروكيماويات الصينية لاستكشاف السوق في الخارج، كذلك لتحقيق التحول الاقتصادي في السعودية. استثمار من كلا الجانبين، فشركة أرامكو بدورها تشغل عملية تكرير النفط في مقاطعتي فوتيان ويونان في الصين. وفي العام الماضي تفوقت الصين على الولايات المتحدة كأكبر مستورد للنفط الخام، مع حجم استيراد 420 مليون طن من النفط، وجاءت السعودية كثاني أكبر مصدر للنفط الخام إلى الصين. زيادة الاستثمار المتبادل هي إحدى الطرق التي سوف تمكن الصين والدول العربية من أن تصبح أكثر تنوعاً في أسواق النفط، وبالتالي تضخ الزخم لكلا الجانبين لمواصلة استكشاف السوق العالمية. ووفقاً لوكالة رويترز، تتفاوض أرامكو مع مصفات ثالثة في الصين، لكن الجانبين يستمتعان الآن بثمار تعاون أوثق بينهما. نحن نستمتع بثمار التعاون بيننا في الصين والسعودية. في الصين يعمل عمالنا مع العمال الصينيين في مشروع معقد جدا في مقاطعة فوجيان، وفي السعودية يعمل العمال من سينوبيك مع عمالنا يدا بيد لتحسين أدائنا وزيادة الإنتاج. التعاون بين الصين والدول العربية يبدأ من النفط، والآن مع مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية 2030 في دول مثل السعودية وقطر وغيرهما من الدول العربية، سوف تكون هناك دون شك المزيد والمزيد من فرص التعاون لكلا الجانبين.